مراكز مخصصة لإيقاف النساء اللواتي يخالفن أنظمة المرور كما هو المتبع من قبلهن عند الرجال، حيث خصصت دور لاستقبال الموقوفات المخالفات للنظام المروري والجنائي المروري على مدار 24 ساعة ولمدة عام كامل، فيما يتم إنشاء دوائر خاصة تابعة للمرور لاحقا بما تعرف بوحدة التوقيف النسائية للمخالفات المرورية. المخالفات المرور حتى وان على مستوى طبعا شقين، الشق الاول اللي هو المخالفات المروريه كالمعتاد، والمخالفات الجنائيه المروريه واللي تضمنها حسب النظام لوائح اخرى. نعم. اللي هي الحوادث الجنائيه التي تكون فيها محاولات دهس وغيرها، والقضايا الجنائيه التي تشكل ضوابط نفس الحكايه جنائيه. هذه الدور تشبه بشكل كامل دور رعاية الفتيات، لكن يتم عزل نزيلات القضايا المرورية عن نزيلات القضايا الجنائية، وكذلك نزيلات القضايا المتعلقة بالحوادث المرورية عن المخالفات لأنظمة القيادة، حيث يتم استقبال النزيلة القادمة برفقة المرور، ويتم تأمين الإعاشة والكسوة للنزيلات حسب الأنظمة واللوائح من دون الاحتكام لعمر معين مع معرفة حالتها الصحية. هذه الدور مجهزة نفسيا واجتماعيا وصحيا طيلة الفترة المخصصة لعقوبة الموقوفات. أحلام اليعقوب، الأحساء، العربية.